دكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس تحدث عن حقيقة الأنباء اللي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتفيد أن هناك اتجاه لاستزراع اللحوم طبعا عقب الارتفاع الفظيع لأسعار اللحمة والفراخ والسمك وكله يعني وقال انه ما اثير على مواقع التواصل حول استزراع اللحوم عاري تماما من الصحة، وانه لم يصرح ابدا بان هناك هو يعني ما صرحش بان هناك اتجاه لهذا الاستزراع بسبب زيادة اسعارها زي ما انتشر على بعض المواقع الاخبارية. وقال المواقع الاعلامية لابد تلتزم بالمصداقية، لان الاعلام هو وظيفته نقل الحقيقة ونقل كل ما هو جديد، احيانا بس بيتم استخدامه بصوره غير لائقه. دكتور احمد ابو اليزيد استاذ كليه الزراعه جامعه عين شمس وعضو مجلس اداره الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بوزاره التموين، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. انا مكتوب لي ما هو يعني حقيقه استزراع اللحوم، بس انا عايز اسالك ما معنى استزراع اللحوم؟ يعني اولا حضرتك احنا العالم دلوقتي بيعاد صياغته من الناحية التكنولوجية والاقتصادية والتشكيلات الجيوسياسية. الاقتصاد الآن مبني على الفكرة ومبني على التكنولوجي ومبني على التقنيات. احنا كنا زمان، انا هتجه كده هاخد الموضوع بالتدريج كده، كنا بنحلم بحاجة اسمها استنساخ. طبعا اسمها ايه يا فندم؟ استنساخ. الاستنساخ. الاستنساخ تمام. ويمكن او قصه بقى النعجه دولي والهيصه اللي فاكرينها دي. على حضرتك تمام تمام. وكان الكلام ده قبل الموضوع ده، تم الاستنساخ في النبات بتقنيه تعرف بزراعه الانساجه. يعني احنا عندنا الموز دلوقتي، كل الشتلات بتاعه نباتات الموز بتنتج من خلال تقنيه اسمها التيشو كلشر او زراعه الانساجه. يعني احنا نجحنا على المستوى الزراعي في فكره طبعا الاستزراع دي، وفي نفس الوقت شتلات الفراوله اللي حضرتك شايفها كلها على مستوى العالم منتجه عن طريق التيشو كلشر اللي هي زراعه الانسجه. طيب يعني اذا الموضوع اصبح يطبق على نطاق علمي وتطبيقي وتجاري في النباتات اللي هي الشتله اللي هي النواه بتاعه انتاج الشجيره او الشجر. تمام. طيب جينا بعد كده في علوم الطب، سمعنا على التقدم اللي بدا من زراعه نقل الاعضاء. وبعد كده سمعنا على الستيم سيل او زراعه اللي هي الانسجه الجذعيه. بس الستيم سيلز مبنيه على خلايا جذعيه موجوده في الانسان، يعني ما هياش استنساخ لشيء مش موجود. تمام. وهي بتعالج وبتجدد شباب كل اعضاء الجسم. برافو. يعني النهارده عاملين عليها تجارب على الكلى يا فندم، ده احنا كنا عايزين ندخلها من اكتر من 20 سنه في مصر. تمام. يلا. واجهنا مشاكل من الناحيه العقائديه طبعا، من الناحيه والتعارض مع الناحيه العلميه طبعا، ولكن اصبح العالم النهارده بيعالج التقنيات، بيعمل يزرع يقدر يعمل جزء معين او عضو وليكن في القلب او صمام معين، او بدل ما يركب دعامه يخلق صناع معين من خلال الخلايا الجذعيه، او يبدا يعمل. ودلوقتي العلماء والطب شغالين ان هو ازاي ينتج بنكرياس، ازاي ينتج كبد، ازاي ينتج الكلام ده، وفي تقدم، الابحاث بتشير ان هناك تقدم في هذا الاتجاه. هو بقى يعني بس برضو عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا ببساطه شديده، حقن العضو بخلايا جذعيه بتعيد تمام انتاج نفس العضو او تظبيط الجزء اللي تلف منه يعني. تمام. الله ينور على حضرتك. وفي نفس الوقت احنا هنروح بعيد ليه؟ كل الانسولين اللي احنا بناخده للمرضى بتوع الديابيتك او المرضى السكر، بتاع السكر، جاي حضرتك من خلال ان احنا بنيجي ناخد البنكرياس بتاع بعض الحيوانات زي الخنزير ونبدا نحاكي العمليه الطبيعيه. هاي. ونبدا نخلق في المعمل الانسولين. طب ايه بقى علاقه ده باستزراع اللحوم ومشاكله؟ انا جايبها لحضرتك بالتدريج كده عشان الفكره اتفضل ما تبعدش او تشذ عن فكر البواب. تمام يا فندم. نفس الكلام لو انا عندي حيوان معين
اللي هو مثلا ولتكن رؤوس ماشية، ماشي، جاموس، أبقار، دواجن، أي حاجة من الحيوانات اللي بتتاكل ديت اللي هي القابلة للأكل، أقدر أخد الخلايا الجذعية، وبيتم أخذ هذه الخلايا الجذعية ويتم استزراعها، مش زراعتها، زراعة تختلف عن الاستزراع. بناخدها في بيئة معينة، بناخد نسيج من الخلية، بناخد جزء من الخلية الجذعية دي، ويبدأ العلماء بيحطوها في مختبر على بيئة معينة بمغذيات معينة في جو معقم، عشان يبدأ يحولها لنسيج خلوي من يشابه ويحاكي نفس النسيج بتاع الايه؟ بتاع الحيوان اللي احنا خدنا. لكن هو مش هيطلع لنا خروف ليه راس وليه ورجليه. لا لا لا، هو هيطلع النسيج اللي احنا ممكن ناخده على طول ونستعمله كلحمه. تمام، الله ينور على حضرتك. ولو احنا شفنا الكلام دوت، هنلاقي سنه 2004 في عالم اسمه جيسون ماسينيسي. العالم ده عمل شركه اسمها نيو هارفست، اللي هي الحصاد الجديد. الحصاد الجديد دي عمل فيها بعض الاكتشافات ده في بريطانيا. نيو هارفست دي، ايوه، وبدأ، ودي بدأ اتحولت بعد كده لمنظمة، وهذه المنظمة اصبحت منظمة متقدمة جدا في مجال الزراعة الخلوية، وخرجت بعض الرسائل اللي هي زي رسالة دكتوراه في جامعة اسمها تافت. وبنشوف الكلام دوت بعد كده اصبحت المختبرات العلمية على مستوى العالم. سنة 2015 في عالمة اسمها ميركي، وبدأت في معهد، المعهد ده اسمه Good Food Institute، وده اللي كان بيروج للفكرة. بدأ يروج للفكرة نيو هارفست، المنظمة اللي هي دي استقبلت مؤتمر أول سنة 2016. المؤتمر ده انعقد حول الزراعة الخلوية، وده كان زي ما حضرتك تفضلت في أمريكا، في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. وبدأ الفكر ده يخش في مجال الأبحاث التطبيقية. لكن خلينا يعني كفاية كده علم، تعال نتكلم بقى اقتصاد، لأن برضو العلماء والجهات هتقول لنا برضو ما مدى الصلاحية لهذا الأمر. يعني مش مشكلة حتى لو في اعتراضات دينية أو غيرها، هنعرف في حينه. هل في دول اعتمدت فعلا في أكلها؟ أنا جاي لحضرتك في الكلام. طب ممكن تيجي بسرعة؟ طبعا. فضل. الكلام دوت حضرتك، بدأوا يعملوا، ياخدوا التقنية دي وبدأوا يعملوا منها برجر، يعني زي الشرائح كده زي البرجر. ان هو بيجيب الأنسجة الخلوية اللي بتتكون من الخلايا المرستمية دي، ولونها بيبقى فاتح، يعني بتدي بروتين لونه فاتح. بدأوا يخلطوا عليه مواد ملونة زي يستخدموا البنجر، وبدأوا يدخلوا زي عليه زي ايه البنجر؟ ايوه بنجر، يعني بيقربوا من لون اللحمة الحقيقي. الله ينور على حضرتك، عشان ياخد اللون الاحمر. وبدأوا حضرتك يعني هتبقى حاجة زي الستيك كده مثلا، اللي هي حتة أيوة لحمة على بعضها كده. ايوه، او قطع زي قطع الهمبرجر. تمام. ياخد الخلايا ديت المجمعة دي، بتبقى زي صورة انسجة في صورة فتات، ويبدأ يحط عليها جزء من القمح او كربوهيدرات، ويبدأ يلونها فتدي شكل تماما مشابه للقمح، وبيحطوا عليها كمان طعم. طب ليه الكلام دوت؟ وبدأ الكلام ده ينتشر في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ ويطلق عليها لحوم مستنبتة. يعني في ناس فعلا كلت الحاجات دي؟ موجودة في كاليفورنيا، بس غالية جدا لانها لسه. طب ما هو ده بقى كان السؤال القادم، يعني مدى موائمة ده للماركت بقى. وبدأ يقلبها الماركت. ولو هنشوف في اسرائيل في شركة اسمها ألفا فارمر. الألفا فارمر دي بدأت برضو تشتغل في الكلام ده، وفي نيو فرانسيسكو بدأوا يشتغلوا في الكلام ده، وينتجوا منتجات بروتينية أخرى بخلاف الأنسجة بتاعة اللحوم. الكلام مازال بحث، دراسات تطبيقية، عشان إيه الأبحاث شغالة دلوقتي؟ الفكرة مطبقة خلاص، ولكن إزاي تخلي اللحمة المستزرعة اللي هي الناتجة داخل المختبرات، وبيطلقوا عليها على اللحوم النظيفة أو اللحوم المعقمة، إزاي يخلوها تنتج بشكل اقتصادي وما تبقاش غالية؟ الماس برودكشن، الإنتاج الكمي، هو بيقلل التكلفة على الوحدة. تمام. فتبقى تمام زي ما حضرتك. طب معلش يا دكتور، يعني إيه اللي خلى بقى دكتور أحمد جلال وحضرتك معايا في نفس الكلية ينفي بهذا القطع؟ لا، هو الدكتور أحمد جلال ما نفاش الفكرة،
الدكتور احمد جلال لما صرح، دكتور احمد جلال عالم عظيم في الانتاج طبعا، مجال الانتاج الحيواني طبعا، مش كده بنحاول نقرب مع حضرتك من فكره. ومتخصص كمان، ده هو عنده بحوث عظيمه متخصصه في انتاج الطيور او الدجاج اللي تحت السلالات المحليه اللي يمتاز بمناعه عاليه جدا عشان ما يصابش بالانفلونزا الطيور والامراض الوبائيه اللي احنا عارفينها. وعنده براءات اختراع، وحد من الناس اللي هم العلماء بتوع مصر المعروفين. تمام. ولكن هو لما جه صرح، بعض الزملاء في الاعلام خدوا الفكره وقالوا زراعه اللحمه. كلمه زراعه لحمه يعني فاكرين انه هياخد حاجه يحطها في الارض يطلع لحمه. يعني ايه يا فندم؟ زراعه لحمه يعني. ايوه معناها ايه؟ يعني هم فاكرين ان هي حاجه هتتحط في الارض تطلع لحم. لا بس يعني، بس ده جهل واضح يعني، علمي واضح يعني، لا يحتاج لك. هي الفكره فكره هيطبق في مصر ولا لا، هو ده اللي كان اللي رفضوا ان هو قال ان انا ما قلتوش يعني. لكن هي عمليه اسمها استزراع او بيسموها زراعه الانسجه من خلال الخلايا الجذعيه، والفكر ده مطبق في دول متقدمه. بشكرك جدا يا فندم، حضرتك جاي دلوقتي ازاي يبقى اقتصادي وازاي يبقى تطبيقي. حضرتك نورتنا جدا يعني، بشكرك يعني جدا دكتور احمد ابو اليزيد، الاستاذ بكليه الزراعه جامعه عين شمس، عضو مجلس اداره الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بوزاره التموين. الحقيقه يعني موضوع يعني لازم بقى ممكن يحصل عليه زي حوار مجتمعي كده على ما هم ينتجوه بشكل اقتصادي، لانه ده هيبقى مش هقول بديل، لكن هقول هيبقى مكمل للصناعات الغذائيه اللي بنجيبها من الابقار ومن الماشيه ومن الخرفان ومن. والحوار لازم يبقى فيه جزء اجتماعي وجزء ديني وجزء اقتصادي وجزء سياسي، ان مين هيديك براءات الاختراع ديت عشان تستخدمها الا بتكلفه عاليه وما الى ذلك.